يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود ليلا طقس مائل للحرارة على أغلب الأحيان الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 41-27، الإسكندرية 31-22، مطروح 30-21، بورسعيد 35-24، والإسماعيلية 42-23، إلى السويس 41-24، العريش 36-23، طابة 38-24، شرم الشيخ 42-31، والغردقة 41-29، إلى الأقصر 47-30، وأسوان 47-31، الوادي الجديد 46-29، شلاتين 38-27، وحلايب 37-28. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.